البنات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم شاركت معكم الكادويات اللي جاوا لبنتي ديال عيد الميلاد. نتمنى البنات يكون كيبان لكم هادشي مزيان. هذا البنات فيه واحد براتشيتو، مهم شي براسلي. هادي ما كتشوفوا معايا كسوة، نتمنى تكون كتبان ليكم. انا اللي وجدت لكم في يد ان شاء الله. هذا هي اصلا البنات راها حلات هاد الشيء. هادو حتى هما البنات سانتوما تاع سمي يكون كيبان ليكم. ديري لي فيها 10 أورو. جات فيه حتى هادي البنات، نوريها لكم. هي كات جايه الشكل ديال الصاك، يعني واحد القومه، قومه فيها الملونات، يعني كتحيديهم ترجعيهم. نشوف هنا هادو البنات، هادو التصاور ديالها فاش كانت نتوما. نتمنى تكون كتبان لكم هنا فاش كانت صغيرة، يعني شوية هنا دابا، يعني فاش كبرت وكتبان ليها عليها هادشي. هما كيحتفظوا بأي حاجة كتكون عندهم، راه ماشي بحالنا حنايا العرب ما كنحتفظوا حتى على حاجة. شوفي هي كاع محتفظة لها التصاور ديالها كاملين، حتى في عيد ميلاد ديالها دارت لهم بحال هكا وجابتهم ليها. هادو البنات يعني في هادوك ديال البحر، ميوات البحر جابتهم لخوتها، يعني الدراري، يعني واخا هما ما عندهمش عيد الميلاد ولكن كيشريو ليها، كيشريو حتى الدراري. هادي حتى هي ودرات ليها الساروت، سداتها دابا ما عندهاش باش تحلها، تلفت ليها الساروت حتى هي جات ليها كادو. هنا نشوفو شنو نتوما، كنتمنى يكون كيبان لكم مزيان البنات. هذه حتى هي كسوه، وهذا السروال تاعها. نتمنى يكون كيبان لكم، المهم مزيون. انا عجبتني بصراحه الله، حيت يعني شفتوا، شوفوا هنا كيفاش دايره، يعني غتجي ليها الوقت ديال دخول المدرسه هي هذيك. هم عجبتني بصراحه الله، زوينه. غير بغيت نشاركهم معكم هنايا. هادو خيط ماس ديال الدراري، يعني كما قلت لكم، يعني كما كيشريو هما البنت يجيبو حتى هادي كيط ما، يعني حتى هي زوينه نافعه الوقت دخول المدرسة. نتمنى تكون كتبان لكم البنات. وردة كاع يبسات ليها يعني ما بقاتش مسكينة وردة. هذا كيطمع ديال لاخر، يعني ديال ولدي لاخر. نتوما زعما بصراحة الله شكرا لهم بزاف. المهم البنات بلا ما نقول السميات ديال هاد الخير هذا، وهادو هما الكادوات البنات اللي هادو مهم كما قلت لكم، يعني كيشريو للبنت وكيشريو حتى للدراري. هادشي اللي عندي انا شاركتهم معكم، نتمنى يعجبكم البنات.
ولي عجبني كما قلت لكم، عجبني هذا بزاف البنات، هذا الصاك هذا بصراحه الله عجبني حتى هي عجبها. صراحه الله عجبني بزاف، وحتى هذا مزوين لداخل البنات، فيه حتى هو فيه واحد المرايه لداخل، فيه واحد البزطام صغير فين ندير الفلوس، وواحد لا تروسه، فيه حاجات زوينين، ولكن ما نقدرش، ما خصها تلقى الساروت، ما نقدرش باش نحلو. وهذا الشيء اللي كان شاركته معكم، نتمنى يعجبكم البنات، وشكرا لكم بزاف، والسلام عليكم ورحمه الله.